بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم المهندس رامي شريم، مهندس معماري، مدرس لبرامج تصميم معمارية مختلفة والإظهار طبعا، زي برنامج 3D Max، المات بوكس، الريفيت، لوميون، فوتوشوب، وغيرها برامج تانية. اليوم رح أكون معكم بأول لقاء تعريفي، رح أكون يتناول موضوع جدا مهم اللي هو Before We Get Started، يعني شغلات تلزمني قبل ما أبلش الشغل. شغلات هي أساسية وجدا جدا بسيطة، يعني بتواجه أي مستخدم جديد لبرنامج الماكس. التفاصيل الأولى بدي أحكي عنها اللي هي قائمة كاستمايز. رحنا كاستمايز، بريفرنسز، جنرال، وقائمة الليفلز. قائمة الليفلز هون بتلزمني بسبب إنه عدد المرات اللي بقدر أتراجع فيها، يعني كم مرة بقدر أكبس كنترول زد. كان في عندي هون 20، باي ديفولت هي عندك بتكون 20، فأنا هون راح أعملها 200. إذا جيت كبست أوكي، هاي ألت دبليو، جينا عملنا بوكس، عملنا عليه كذا خطوة. خلينا نفرض إنه نعمل عليه خطوة أولى، بعدها جينا عملنا خطوة تانية، جينا بلشنا نعمل خطوات ثالثة ورابعة وخامسة. عدد المرات اللي بدك ترجع فيها كنترول زد راح يكون فقط 20 مرة. فاحنا بالوضع الطبيعي نخليها 200 مرة، ممكن تعملها 500، الرقم اللي بيناسبك، بس انا خلاص 200 يعني بحس انه رقم جدا مناسب، ممكن يكون 80 أو 50 حسب اللي انت بتشوفه مناسب. هلا بس حابب اني انبه على هاي القيمة انه لازم تضطر تعمل اوكي وتفحصها مرتين، لانه احيانا بعض البرامج او بعض النسخ القديمة من الماكس بتغيرها وبترد ترجع هي تلقائيا ل20، فلازم تتأكد منها مرتين متتاليات. الاشي التاني المهم بالنسبة الي اللي هي قائمة الجامعة عند اليو تي لازم يكون عندي شغالة. مش راح ادخل بتفاصيل، راح يكون في لها درس خاص فيها. راح اروح لفيو بورد، بتأكد انه عندي مثلا show vertex as dots size 7. شو منها هاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هاي نعمل اوكي، نيجي نعمل عندي بوكس، نيجي نعمل له edit body او editable body. لما اجي اطوي الفيرتكس راح الاقي هكد حجم الفيرتكس. بالوضع الطبيعي احنا بكون عندنا حجمها، اذا رحت كاستمايز بريفرنسز هي هون الفي بورد، رجعت القيمة لاثنين از ديفولت، قلت له اوكي، ضويت الفيرتكس، بشوف انه حجم الفيرتكس جدا جدا صغير. بالتالي كان في عندك مشروع وفي عندك كتير نقاط، او كتير خلينا نحكي فيرتكس، ليش احكي نقاط، راح تلاقي انه صعب جدا تقدر تشوفها او انك حتى تسيطر على الشغل، خاصة لما يكون في اوبجكتس ثانية او كتير خطوط داخلة بالشغل. رح تلاقي الشغل أحيانا صعب إنك تسيطر عليه، خاصة مثل هاي الحالة مش قادر أحدد مثلا زي هيك أي فيرتكس أنا اخترت هاي ولا هاي. بالتالي أنا هون باجي البير فرانسيز بعملها مثلا خلينا نحكي 5 أو 7، أكثر قيمة طبعا هي مسموح لك 7، يعني تقدرش تحط 8. باجي بعملها أوكي، بحس إنه هاي القيمة دائما مناسبة للعين. أنا هاي بتصفي تفضيل يعني شخصي، أنت بتشوف شو اللي مناسب وبتعمله حسب شغلك. هاي النقطة الأولى حابب أحكي عنها. النقطة الثانية اللي هي عادة الأسئلة الشائعة من الطلاب، إنه رامي لما أجيب قائمة الماتيريال وكنا منزل الماكس تجيني قائمة الماتيريال زي هيك شكلها. هاي القائمة ما بنعرفش نتعامل معها، صعب نتعامل معها. بقدر أجي للمودز، كومباكت ماتيريال إديتر، برجعها بالشكل اللي هو مناسب. ناجيها مودز سليت ماتيريال إديتر، برجعها للشكل الثاني. طبعا هاي بتفيدك الخاصية انه سليت ماتيريال اديتر لما يكون في عندك مالتي لايرز، يعني كذا لاير فوق بعضها البعض بالماتيريالات، فممكن تلجأ لإلها. اما اذا كان مخك كتير كتير مصحصح ممكن انك تشتغل هاي الطريقة. برضه من العناصر الثانية برضه او الاسئلة الثانية ان الطلاب يكون عندهم طابات الماتيريال هالكد حجم هنا، فبكون السؤال رامي كيف اجيب طابات زيادة او كيف اكتر طابات، هي الماتيريال خلصت، ممكن اكبس اي طابة فاضية احكيها يكون 6x4، هاي بصير عندك يطلعوا الطابات كاملة فأسهل للنافيجيشن. طبعا أكيد في طريقة تانية إنك أنت دائما تستبدل طابة مكان طابة وتغير الاسم عشان تأخذ عدد لا متناهي طبعا من الطابات. طبعا هذا رح يكون موضوع خاص رح أتناوله بشكل شخصي، يعني بشكل خاص أكتر من بشكل شخصي يعني. بالتالي خلينا نأخذ الماتيريال أو الأيتم اللي بعديها أو السؤال اللي بعديه. عادة الطلاب بيسألوا كيف بتكون عندك الفيري ماتيريال هي الديفولت.
ليش هي عندك الديفولت ماتيريال؟ كل الطابات تيجي فيري، احنا الطائرة ما بتطلعش لنا فيري، بتطلع لنا ستاندرد ماتيريال. حتى لما يكون عندك في ستاندرد ماتيريال، هي ستاندرد ماتيريال يعني ممكن تكون واحدة من هدول، او بتكون كلمة ستاندرد هي هون زي هاي. في الاتش دي ام تطلع لنا ستاندرد وعندك فيري. ممكن نروح لكستمايز. وبرضه السؤال الثاني اللي بيلحق هذا السؤال، انه ليش عندك شكل الماكس اسود؟ احنا عندنا عادة بيكون ابيض، سواء طبعا هي تختلف من نسخة لتانية. باجي بعمل كاستمايز، كاستم يو اي اند ديفولت سويتشر، وباجي بحط هنا اللون اللي بدي اياه، سواء كان عندي اللي هو الديفولت، سواء كان عندي اللايت او الدارك، بغض النظر ايش انت بتفضله. وهنا باجي عطبت انه initial settings for tool options، باجي بحكي له max dot vray. مجرد ما قلت له max dot vray يعني non standard default settings، يعني رح يكون عندي كل اشي ببلش vray. يعني معنى تاني، اول ما تعمله set رح يطلب منك انك تعيد restart للmax مشان ياخذ التفاصيل او ياخذ التغييرات اللي انت عملتها هون كمان مرة. فانت اجباري لازم انك تعمل restart للmax، هو مش رح اعمل لاني اوريدي عاملها عندي. بالتالي بتصير عندك الطابات كلها تطلع V-Ray Material. السؤال الأخير اللي حابب أنبه عليه before we get started، إنه قائمة إعدادات الماتيريال، إعدادات الريندر، حتى إعدادات الريندر الطلاب عادة بيجوا بيسألوا ما تطلعش عندي V-Ray أو مش موجودة عندي هاي الخواص. بالتالي بنروح على كلمة Common Assign Renderer، بنكون متأكدين إنه دائما الأولى V-Ray Advanced، بغض النظر شو هي النسخة عندك، فيري مثلا 1.5 أو فيري 3.3، ما بيهمنيش كتير، بيهمني إنه تكون هي عندي فيري أدفانس. طبعا أنتو مش رح تلاقوها موجودة، إنه أوردي موجودة عندي هنا. بس لو جيت اخترت مثلا خلينا نحكي كورونا، جيت رجعت بلاقي إنه هي الفيري أدفانس موجودة، بعملها أوكي. طبعا مجرد ما أنتو شفتوا أنا اخترت مثلا الكورونا، صارت عندي هون إعدادات للكورونا. جيت قلت له مثلا فيري أدفانس، صارت إعدادات فيري أدفانس. اخترت مثلا ستاندرد او الديفولت سكاين لاين ريندرر، برجع الشكل الاساسي او الاول اللي كان موجود من الماكس. فاحنا دائما نشتغل فيري ادفانس، طبعا حسب ما انت بتحب، بس احنا عادة هون نشتغل فيري ادفانس. الماتيريال اديتر برضه لازم تكون فيري ادفانس، والاكتف شيد بفضل تكون ار تي على اساس اذا حبيت استغل هاي الخاصية، وبرضه رح اتناولها في فيديو خاص. هلا بس هاي جدا مهمة بالنسبة لي، الماتيريال اديتر. ممكن واحد يروح، خلينا نفتح ماتيريال برضه، روح اعمل هاي سكان لاين، بلاقي انه طابات الفيري عنده صارت تيجي شمالها بدون شكل. طب وين راحت الاشكال؟ ليش اختفت؟ لانك انت معرف الماتيريال اديتر تاخذ ماتيريال غير الفيري، فلازم ترجعها فيري ادفانس وكفلها مشان ما تردش تشتغل عليها كمان مرة. هذا اللي بدي اتناوله، او جميع النقاط اللي بدي اتناولها بدرس اليوم. يعني هو راح يكون تيبس اند تريكس او فيديوهات جدا جدا قصيرة تتناول يعني مواضيع جدا بسيطة للشغل. الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا الله كتب لنا عمر رح يكون في فيديو جديد بناء على طلب الطلاب، بكون حسب الإشي اللي بحطوهم على القناة أو الكومنتات أو الإشي اللي بكون موجود على الصفحة هم بيطلبوه، إنه في عندي مثلا بدي تفصيل أو سؤال كذا كذا. تابعوا إن شاء الله على قناة اليوتيوب، وهيك بحكي يعطيكم العافية.